أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو هيثم من مكة يقول: إخوتي تاركين الصلاة، فقمت بنصحهم ولم يكن ذلك جهلا منهم في حكمها، بل تهاونا وتعمدا، فهجرتهم في الله، ولكن والدي يسمي ذلك قطع للأرحام وأن هذا لا يجوز لي، فبماذا ترشدون الجميع؟ مأجورين. نعم، تارك الصلاة متعمدا يكون كافرا إذا تركوا الصلاة متعمدين لتركها وأصروا على ذلك ولم يتوبوا، فإنهم يكونون كفارا على الصحيح ولو لم يجحدوا وجوبا. والكافر لا تجوز مودته ولا السلام عليه. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وليس هذا من قطيعة الرحم، بل هذا من الحب في الله والبغض في الله، وهو أوثق عرى الإيمان. نعم.